يلا يا وحش اسرع اقوى اقوى الكاس اهو جاي يلا عايزك تركز معايا عشان اعلمك ازاي تضرب بيدك اليمين ركز اخش اخش هاي احسن برافو تحت شويه يلا هنا بقى هنا بقى هنا بقى هنا برافو ماشي شايف هعمل زي ما انت بتعمل بالظبط بس خلي بالك الناحيه التانية بقى الناحيه التانية لا كده انت ظهرك للجزيم ما تنطش غلط لا 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 يا نهار اسود يا نهار اسود ده مات اباك اسود لا حول ولا قوه الا بالله طب بقول لك ايه زق الجثه برجلك كده في الميه من غير ما حد ياخد باله وانا هتولى انا تدريبك ماشي اقوى اقوى وايش الخس وايش الخس اقوى ده زود من الاصفر يا بهجت لونه احلى انا مشكل حاطط اصفر واحمر واسود هنا وهنا ماشي عاش عاش يا دولي يلا يا لالا يلا يا بطل يلا يا بطل وحش لا 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 انا بخاف بقى من الامينو والمكملات الغذائيه دي ماليش فيهم خالص يا ابني دي مش مكملات غذائيه امال دي ايه دي مقبلات غذائيه يعني ايه مخلي يا راجل اه يفتح نفسك على اللعب هيفرق ده يا ده ام عصفر ده يجنن يا بطل خد زيتون مخلل ده بيشرخ لنا العضلات جمعها يلا بص بقى الجزر ده جزر ده يعمل لنا ريكفري بقى كل كامل عاش يا وحش هو ده الحماس اللي انا عايزه حماس ايه يا ابني انا عايز اعمل بيبي ومش عارف من البتوع دول ايه يا متخلف انت الماتش مش هياخد اكتر من ساعه زمن ساعه ده انا اكون عملتها على روحي يا باكت ما هو انت اثبت طب عشان اعرف اتكلم اهو ما هو انت لو سمعت كلامي ونفذته بالحرف الماتش مش هياخد منك اكتر من ساعه طب قول بص هي داليا ما عندهاش اي نقطه ضعف اي حاجه في جسمها عندها حسنه في كتفها الشمال يا باكت بتموتني بتقول ايه يا غبي بتقول ايه على مراتك إيه؟ بتكلم عن الاصابات ايوه اصابات ما تفسر يا باكت اصابات اه السنه اللي فاتت في عربيه خبطتها في الشارع كسرت رجلها لا يا راجل اه والله ازاي هي كانت واقفه في الشارع وفي عربيه جايه مسرعه ايه يا روح لا مش هعرف اجيلك النهارده بخرج مراتي يا ست حاجة تقرف طبعاً طب أخلص وأكلمك؟ ماشي حتى يكون جوزك نزل ماشي يا روح يلا باي باي يا داليا فين؟ ما نزلتش ليه؟ ده انا مكلمها من ساعة حلو قوي بص بقى انا عايزك تزهقها ضيع وقت على قد ما تقدر التلات جولات يخلصوا بأي شكل بص ما تلمحكش في الحلبة انا مش عايزها تشوفك خبي وشك بأي طريقة طب اخش متنكر جايز ما تعرفنيش ما هو ده غباء ده ليه؟ ده غباء ليه؟ علشان انت الوحيد اللي على الحلبة برضو هتدب فيك طب والعمل يا بهجت انا كده هتزط على فكرة اكسر رجلها ماشي اكسر رجلها بس ازاي يعني ايه ده خبي ده في الكلبزات ايوه بهجت بس شرف اللعبه شرف اللعبه ولا شرفك يا سلطان معاك حق شرف يا اهم طيب يلا انت لابس اللي اتفقنا عليه تحت الروب لا انا مش لابس حاجه تحت الروب ملط ليه ليه؟ يا ايه؟ ما انت هتقلع ده جوه لازم اقلعه يعني؟ لا العب بلبوسه سلطان خلاص هلبس الطبل لا العب بلبوسه خلاص بقى يا عم امشي بقى بهجت بقى